بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهارده عن النيرفس اوف ذا فور ارم، وهنبدا تحديدا بالميديان نيرف. الميديان نيرف، لكن خلينا نفتكر كده مع بعض. احنا كنا واقفين اخر حاجه في منطقه الارم ان احنا عندنا مجموعه من النيرفس بنسميها التيرمينال نيرفس، دي اخر حاجه في البريكال بليكسس. عندنا نيرف يسمى الماسكولو كيوتينيوس، ونيرف كمان يسمى الميديان والريديال والالمر. وننعنش ذاكرتك بالصورة ديت، هنجد ان في نيرف من الاربع نيرفات بيبقى موجود ورا، ويعتبر هو سيد المنطقة الخلفية في الارم اللي هو بنسميه الريديال نيرف. في عندنا نيرف بيبقى ماشي وسط العضلات ما بين البراكاليس والبايسبس ماسل، والنيرف ده بنسميه دايما الماسكولو باعتبار ان هو بيبقى ماشي ما بين العضلات، وبعدين بينتهي بكيوتينيوس نيرف فبنسميه ماسكولو كيوتينيوس. وتبقى عندنا في الختام الميديان نيرف والالنر نيرف الموست ميديال. الالنر نيرف ده دايما ناحيه الميديال وبيبقى ناحيه الالنر. طبعا بما ان الماسكولو كيوتينيوس نيرف في النهايه هيتحول الى نيرف كيوتينيوس او نيرف جلدي، فهيخرج من الساحه وهيكمل معانا الميديان والالنر والريديال، هم دمت اللي هيكملوا معانا المشوار. برضو يعني عشان نشوف كده الماسكولو كيوتينيوس نودعه قبل ما نخش في الفور ارم، ده الماسكولو كيوتينيوس نيرف. اما بننزل معاه طبعا ادي عدى منطقه الارم، بعدين وصل هنا في منطقه الفور ارم، وهنا بيجي نيرف بنسميه اللاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، بينما يبقى هيتحول الى اللاترال كيوتينيوس بينما باقي النيرفات هتكمل معانا. الميديان نيرف والالنر نيرف والريديال نيرف. يظهر الميديان نيرف في منطقه الفور ارم ولاول مره، في منطقه الفور ارم يعني، في ما يعرف باسم الكيوبيتال فوسا. ويظهر الميديال نيرف ميديال تو ذا بريكيال ارتري، ميديال تو ذا بريكيال ارتري. وكان في قصه كده ليها علاقه بالكروسنج، ان الميديال نيرف كان بيعمل كروسنج للبريكيال ارتري، بس دي قصه قلتها في الارم مش هعيدها. اما بينزل هنا في منطقه الكيوبيتال فوسا يصبح الميديال نيرف ميديال تو ذا بريكيال ارتري، ويتواجد كمان سوبرفيشال لعضله. شايف العضله دي؟ هذه العضلة بنسميها البراكاليس ماسل، إنما العضلة اللي فوق دي البايسبس ماسل. والبايسبس ماسل بيبقى ليها تندون، بايسبس تندون ملناش دعوة بيه، لكن ليها بايسبس أبونيورسيس لينا دعوة بيه. البايسبس أبونيورسيس بيعمل كفرنج للميديان نيرف. يبقى إذا الميديان نيرف يقع ميديال تو ذا بريكال أرتري، يقع سوبرفيشال تو ذا براكياليس ماسل، يقع ديب تو ذا بايسيبيتال ابونيوسس. طبعا هنا نقدر ان احنا نشوف الميديان نيرف، لكن الميديان نيرف بعد كده مش بيبان. خلي بالك في نيرف هنا باين اللي هو ميديال كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، ده مالناش دعوه بيه اللي هو نازل ده، مالناش دعوه بيه. انما الميديان نيرف نفسه مش موجود. ليه؟ لان هو موجود ديب تو ذا بايسيبيتال ابونيوسس اللي هو الغشاء الابيض الجميل ده. وبالتالي هنا يقول لك البايسيبيتال ابونيوسس سيبريت، بيفصل الميديان نيرف عن الميديان كيوبيتال فين. وزي ما احنا هنا شايفين ادي منطقة الكيوبيتال فوسة، جينا في منطقة الكيوبيتال فوسة لقينا الميديان نيرف نازل ميديال تو ذا بريكيال ارتري ديب تو ذا بايسيبيتال ابونيورسيس، وطبعا هنا هيغطي الكلام ده الميديان كيوبيتال فين، فاصبح البايسيبيتال ابونيورسيس بيفصل الميديان نيرف عن الميديان كيوبيتال فين. طيب يبقى دي كده يعني علاقة الميديان نيرف بالميديان كيوبيتال فين وما بينهما اللي هو البايسيبيتال ابونيوسس. هنشيل الكلام ده ونتعمق ونخش جوه عند الميديان نيرف، وده اللي احنا هنشوفه الناحية التانية. وهنلاقي هنا ملحوظة جديدة أخدناها يمكن قبل كده، إنه الميديان نيرف بعد كده بينزل ما بين التو هيدز أوف ذا برونيتور تيرس، الهيومرال هيد اللي هي السوبرفيشال هيد، والديب هيد اللي هي الالنر هيد، الالنر هيد والميديان نيرف ما بينهم. وهنجد ان الديب هيد اوف ذا برونيتور تيرس او الالنر هيد اوف ذا برونيتور تيرس بتفصل ما بين الميديان نيرف والالنر ارتري. المعلومه دي سمعتها قبل كده؟ سمعتها لما كنا بناخد الالنر ارتري. نفس المعلومه ممكن ان احنا نشوفها هنا، ادي الميديان نيرف وادي الالنر ارتري وما بينهم الديب هيد اوف ذا برونيتور تيرس. والميديان نيرف هو وابنه الانتيريور انتر اوسيس نيرف، الانتيريور انتر اوسيس نيرف مسؤولين عن النيرف سبلاي للمنطقه اللي هي بتاعه الفرونت اوف ذا